وقفة الأهرام فيما بيننا لصروف الدهر وقفتي أنا. هنشرح الحروف المتشابهة في الهيروغليفية وهنتكلم عن اتنين من بناة الأهرام، الملك سنفرو وابنه الملك خوفو. هنبدأ بحرف الملك خوفو. احنا هنا هنشرح حرف الخاء اللي هو مشيمة الطفل. ده الخرطوش بتاع الملك خوفو، ده الخاء. واو في واو. لو جينا بالانجليزي نقول كلمة خوفو هنكتبها KH وبعدين UFU، لكن ده معناه ان اللي بيعادل الخاء في الانجليزي هو حرفين، لكن الحرف ده هو حرف أحادي في الهيروغليفية، ما ينفعش نرمز له بحرفين. فعشان يحلوا المشكلة دي قالوا ان هم هيرمزوا له بالإتش اللي شكلها كده. فاحنا لو جينا كده شفنا حرف الهاء والحاء والخاء والغين، هنلاقي ان الأربعة بيتنطقوا من الحلق، وفي الإنجليزية حرف الإتش بيتنطق من الحلق هو كمان. فقالوا ان الإتش هيعبر عن الأربع حروف دول، بس هنديله علامة تميز كل حرف عن التاني. ماشي. لو جينا الحرف الهاء بالمرة بقى، ناخدهم بقى من الترتيب. نيجي الحرف الهاء مدخل البيت. انا معرفش حد مشهور اسمه فيه حرف الهاء، فهنروح للصفحة الرئيسية وهنعمل بحث بالقيم الصوتية، فهنلاقي فيه حروف كتيرة كده ادي هي اللي هو فناء او ساحة. فهنلاقي من التطبيقات بتاعته فيه اللي هي هي اللي هي لك التحية دي هي او هاي ودي نفس الكلام برضو هي هي برضو بس بتعني التهليل او الصياح، ودي في هي هي يعني يبتهج او يسقف، وفي هي هنو ودي هي هنو هي هنو دي اللي فيها احتفال وبعدين في هنا هو تقريبا مش متأكدة من النطق، بس دي معناها انه يمشي بسرعة يعني. فهنلاقي ان حرف الهاء ده جميل كده ومبهج. هنشوف حرف تاني اللي هو في الحاء، وده كنا شفناه قبل كده في اسم جحوتي، ودي هنا اسم جحوتي او كده جحوتي جحوتي خلاص. وبعدين في كمان قلنا الخاء، واخر حاجة خالص اللي هو حرف الغين. احنا برضو ما كنتش اعرف حد اسمه بحرف الغين، فرحت برضو عملت سيرش، وهنا عشان نكتب الغين الاتش هي الغين اللي هي الاتش اللي تحتها خط مستقيم، فعشان نكتب الاتش اللي تحتها خط مستقيم هنا بنكتبها بحرف الاكس كابيتال. لما عملت سيرش طلعت لي كلمة في اولها الغين، فهي دي غبن، دي معناها يعني سمين تخين. نفس الكلام حصل مع السين والشين، والسين هي أول حرف من حروف الملك سنفرو، أول ملك اتبنى في عهده هرم صحيح، والهرم ده اسمه الهرم الأحمر، وفضل أعلى بناء في العالم كله لحد ما اتبنى هرم خوفو، وهو خوفو وخفرع هم أعلى ثلاث أهرامات في مصر. هنبتدي بحرف السين، هو العلامة بتاعته يا إما منديل مطوي يا إما مزلاج اللي هو زي بتقفل بيه الابواب بتاعت زمان ده. لو خدنا بالنا هنلاقي ان حرف الذال او الزي ده شبه قوي حرف السين خلاص. وفي بقى ملاحظة تانية غريبة جدا، هي ان احنا لو جينا شفنا نفس الصفحة دي بالانجليزي هنلاقي ان العلامات بتاعت الهيروغليفية مفيش ولا واحدة فيهم بتنقل حرف الزي او الذال، هما بس بيتكلموا عن السين او الاس. فالفكرة هنا في ايه؟ الحرف ده اللي هو الذال او الزي ده كان في الهيروغليفية زمان في النسخ القديمة من يعني في النسخ الاقدم من الهيروغليفية كانوا بيستخدموا ده، مع الوقت بقوا بينطقوا سين، بقوا بيرمزوا دي بنفس الرمز اللي هو المنديل المطوي او المزلاج. الحرفين دول بيعبروا عن السين، لكن ده هو الأجدد والأشهر. فعشان كده هنلاقي هنا اسم الملك سنفرو
بيبدأ بحرف السين اللي هي عاملة كده، وده اسمه سنف ديفي روم. سنف روم دي مش علامة أحادية، ملناش دعوة دلوقتي، بس هو ده الاسم بتاعه سنف. طيب بعد كده هنشوف حرف الشين، وده احنا كنا خدناه قبل كده في اسم الإله آش اللي هو عبارة عن بركة مية أو بول، فده اسم الإله آش، ألف شين آش. في بقى حرف الت والث، كنا قبل كده اتكلمنا عن الملك توت عنخ آمن، وده قلنا ان الحرف بتاعه اللي هو الت ده توت عنخ آمن. وبالنسبة للث هنا بقى في الفه ده لأول مرة بقى بتظهر الضماير، يعني ده هنا مثلا ده فه لوحدها، دي هنا عبارة عن ضمير شخصي أنتي، ولأن الجيم المعطشة بتتنطق ج، فبالتالي هي والدال بياخدوا شكل حرف الدي. العلامة دي احنا كنا خدناها فين قبل كده؟ العلامة دي كنا اتكلمنا عنها قبل كده، دي اللي هي الجيم المعطشة اللي هي في بداية اسم جحوتي أو الإله تحوت، فهي هنا بداية الكلمة جحوتي. وهنا بالنسبة لحرف الدال دي دب دب أو ديب، دي اللي هي الألف اللي تحتها همزة ديب ديب أو دب، ودي معناها فرس النهر. خلصت حلقة النهاردة، اتكلمنا عن حروف كتير قوي. المرة الجاية السبت الساعة 3 هي آخر حلقات العلامات الأحادية في الهيروغليفية.